اليوم حكون في تسجيل خاص عن Introduction to CMD Modern Workflow، ودي من الدورات اللي بتنظمها الـ CMD بصورة دورية، سواء كان في مكاتبها في كندا، في ماليزيا، في دبي، في بوتا، أو recently بتدعم الأونلاين. فدي تعتبر مقدمة بالنسبة للناس اللي تتعلم الـ CMD من الأول، وبرضو هي المحاضرة دي برضو موجهة لطلاب جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا كلية النفط والتعدين، وإن شاء الله أتمنى تكون مفيدة بالنسبة لكم إن شاء الله. هنتكلم بصورة سريعة عن الـ CMD Software، عن الـ Launcher CMD Software، عن الـ مثلا هتخش شوية في بعض البرودكتس زي الكريتس الايميكس، هناخد اكسرسايز سريع جدا ان شاء الله بخصوص الايميكس مود. ف هنخش سريع جدا. اول حاجه مهمه، يعني في جزء منكم اكيد حيكون مر على بعض البرودكتس الموجوده في مر على بعض الفيديوهات الموجوده في القناه كتير موجودة فيها، تكلمنا قبل كده عن CMD products. فباختصار دي البرودكتس المهمة جدا بالنسبة لل CMD، يعني الكي المهمة وأهم واحد فيهم اللي هي كسموليتر اللي هو ستارز، وهي يعتبر هو Advanced Processor خاص بالنسبة لل EOR General. وبالنسبة لل Thermal EOR Thermal Simulator Thermal EOR Application، البرودكت الثاني اللي هو السيموليتر الثاني اللي هو الجيم، هو متخصص في الكومبوزيشنال موديلنج في انكونفشنال ريزولفر سيموليتر، في خاص الشغل بتاع انكونفشنال زي الجيوميكانيك زي الشيل اويل فراكشر ريزولفر اند سو اون. المنتج الثالث هو الايمكس اللي هو ده هو مستخدم دائما في البلاك اويل ريزولفر سيموليشن، هو يعتبر هو اسهل واسرع من ناحية الكالكوليشن، من ناحية الأرقام. البرودكت الرابع اللي هو CMOST AI، واللي هو ده مين اللي بيستخدم في Sensitivity Analysis، في History Matching، في Optimization، في Uncertainty Analysis، ودي واحدة من التولز الأساسية بتزرعها كثير جدا. الخامس اللي هو الكوفلو، اللي هو مستخدم في الانتجريتد بيت من البرودكشن أو الريزولفر سيموليشن، دي من البرودكتس الحديثة اللي تم إضافتها ريسنتلي CMD products. السادس الويب برو، وهو في الفيس بيهيفير والفلويد بروبرتي خاصة الحتة بتاعت البي بي تي والكومبوزيشنال موديل بالنسبة للبي بي تي. وطبعا التول المهمة جدا بكل البري بروسيسنج بيتعمل وبناء الموديل بكل انواعه هو بيتم بالبيلدر، اللي هو تول مهمة اساسية. وفي السيموليشن موديلنج في البيلدنج للمودلز والكيس وان سو اون. والحاجة الأخيرة اللي هي الريزلتس بكل أنواعها هي البوست بروسيسنج، يعني بعد ما تبني الموديل وترن بواحد من السيموليترز ديل، ففي النهاية بتتعرض نتائج الريزلتس بكل أنواعها، سواء كان ريبورت أو 3D أو جراف أو إيفن فيديوز أو سو أون. فهنا بيكون في فيجواليزيشن وبرضه أناليسيس أبلكيشن. طيب أوفرفيو بالنسبة للـ CMD البرودكتس اللي هي بتبدا بالبري بروسيسنج اللي هو قلنا بالبيلدر بتتم بناء الموديل، اذا كان عندك بي في تي ريبورت او بي في تي اناليسيس هتستخدم الويب بروب للبيلدنج بالنسبه للبي في تي داتا، اذا ما عندك شغل بتاع اناليسيس او انستروماشن او سو اون، فهنا مباشره بتمشي للسيموليترز. فبتمشي للسيموليترز اللي هي سواء كان ايميكس حسب الموديل بتاعك بلاك اويل او كومبوزيشنال موديل او ادفانس اي او ان ثيرمال سيموليتر، في الاخر بتمشي للبوست بروسيس. في تول قلنا هي دي تول هي مساعده، اذا كان انت عندك هيستر ماشن او اوبتمايزيشن او ان سو اون، فهنا اكيد حتعمل حتستغل الشغل ده عن طريق السيموس، بعد ذلك تعمل رننج بواحد من السيموليتر، بعد ذلك تشوف Post Processing اللي هي الريزلت تعرضها بكل صور بتاعتي. طيب كمقدمة انه
الريكفري ميكانيزم اللي هي الثلاثه، برايمري ريكفري، سكندري ريكفري، والتيرشري ريكفري. والكلام ده هو مثلا يعني هو عنده تاثير في الانتاجيه بتاعت الحقول. ده كمثال اذا كان الحقل ده هو بدا بالبرايمري في الفتره الاولى كان انتاج حقه عالي، بعد ذلك حصل ناتشورال ديبليشن، فعشان تحافظ على الانتاج او التزايد عليه ممكن تستخدم سكندري ريكفري، وبعد ذلك ممكن تستخدم التيرشري ريكفري. فالناتشورال ديبليشن اذا كانت فقط انت في المرحله بتاعت البرايمري ريكفري في الناتشورال ديبليشن، فانت محتاج فرض الايمكس، ممكن ما تحتاج تستخدم الاذر سيموليترز. اذا انت مشيت برضو اللي عملت غاز انجكشن او عملت ووتر انجكشن، ستيل ممكن تستخدم الايمكس، ويعتبر طبعا هي تول سهله، وحتى مقارنه بالنسبه للكوست والبرايس واقل مقارنه بالاذر سيموليترز. اذا انت خشيت في الانكونفنشنال ميثودز واستخدمت ادفانس تكنيك زي الثيرمال اي وار، زي الكيميكال اي وار، ميسيبل او انميسيبل انجكشن او البروسيس، في الحاله دي انت خشيت في التيرشري ريكفري. الحاله دي هتحتاج لواحد من التول سيموليترز، ايذر الستاس او الكيم حسب النوعيه بتاعت المشي اللي انت بتختار. السي ام جي لانشر باختصار هو دي الايقونه بتاعته، واللانشر هو يعني فيه حاجة يعني عنده وظائف معينة، اللي هو أورجنايز الفولدرز والفايل بتاعتك، سميت لي الجوبس، لأن أنت إذا كان الجوبس خلصت ممكن لما نيجي في البراكتيكال حنشوف الموضوع ده حيكون كيف إن شاء الله. انتجريشن من السي إن جي برودكتس والإكسترنال أبلكيشن، يعني في حالة أنت مثلا مستخدم إكسل، ديفرنشال، مستخدم تكست باد، مستخدم مثلا تولز بتاعت كونفرشن، فالإنتراكت بين الحاجة دي conversion from other software to CMG، برضو الكلام ده بيتم في CMG launcher. برضو يكون في access للmanuals والdocuments حتى support الموجودة CMG. ده عندك أي keyword عايز تعرف المعنى بتاعه، عندك أي حاجة عايز تعرفها، ده برضو يكون موجود في CMG launcher. CMG launcher لما تفتحه بيتكون من أربع أجزاء أساسية. الحاجة الأولى اللي هي الحتة بتاعت الفولدرز، دي المنطقة الأولى. المنطقة الثانية اللي هي الفايلز داخل الفولدر، يعني أنت لو دوست كليك في الفولدر ده بتجيب لك الفايلز الموجودة داخل الفولدر ده. المنطقة الثالثة اللي هي فيها سي إن جي برودكتس كلها بتكون موجودة. إذا كانت عندك كم فيرجن من ال من ال عندك كم فيرجن بالنسبة للسي إن جي كلها بتصل هنا في الحتة دي يعني. والمنطقة الرابعة اللي هي الاسكيدولر، اللي هي أنت إذا كان عندك موديل فرانيو فبيكون ظاهر هنا في الحتة دي بتاعت الاسكيدولر المعلومات عنه، فممكن توصل تدوس كليك يمين تعرف الانفورميشن عن الموديل اللي هو شبوه ران وين واقي لحد وين انسون. فدي الاربعة يعني اقسام رئيسية بالنسبة للسي ام جي لانشر بصفة عامة. طيب السيموليتر داتا اورجنايزيشن، طيب استنى نتكلم عن المقدمة عامة. فمثلا السوفت وير اول ما تنزله هو دايركتلي يمشي للفايلات بتاعته، يمشي للبروجرامز فايل 86 لو انت عندك تانيو، فحتلقى فيه فولدر اسمه سي ان جي. فدي الحاجات اللي حتسخن معاك، حتنزل معاك في السي في الـ في الـ في, الـ في الديسك بتاعك في السي والبروجرام فايل. حتلقى فيه كل مثلا في البيلدرز، في الايديتر، في الكلاود، اليونتس، سيموس، كوفلو، كل البرودكتس بالنسبه للسي ان جي حتكون موجوده عندك هنا في الفولدر ده. ومن ضمنها حتلقى هنا المانيوال، هي واحده من الحاجات المهمه شديد. المانيوال اللي انت بتحتاج له لكان اي حاجه وقفت لك. برضه واحده من الحاجات اللي ممكن تلقاها مثلا اذا انت خشيت مثلا في الايمكس، فجوه الايمكس كل الفيرجن اللي انت عامل لها داونلود او انستوليشن حتلقاها موجوده. داخل كل فيرجن حتلقى في ثلاثه فولدرز اساسيه اللي هي الدوكيمنت، في تمبلتس بعض المودلز ممكن تساعد برضه هنا بالسيت اب انسور. فدي برضه من المعلومات المهمه تقدر تفيدك ان انت عايز تعرف المعلومات العامة بالنسبة للسوفت وير ومنصة التطوير والفايلات حقت الموجودة. طيب بالنسبة للداتا اورجنايزيشن كمعلومات عامة، مثلا في البيلدر، البيلدر هو بيكون موجود في ثلاثة سياق او ثلاثة فايل اكستنشن، بيكون في دوت دات اي انكلودينج فايل او انشيت فايل. الدوت دات هي دي الاكستنشن بالنسبة للبيلدر، بالنسبة للسي ام جي هي دي اي موديل بتبني بالسين كيف الفلتر بيكون الاكستنشن بتاعه دوت دوت. فلما تلقى الفايل هو نهايه الدوت دوت ده معناه هو سي ام جي فايل او سي ام جي موديل.
وده هنا سيميليتر انبوت فايل اللي هو اللي بيحتوي على كل المعلومات كل المعلومات بالنسبه للموديل بتاعك. اذا كان انت عندك انكلود فايل اي ان سي اللي اديشنال انبوت فايلز بتكون موجوده داخل الدوت فايل. اذا كان عندك اف اتش اف فايل اللي هي دي الهيستوريكال داتا كان بيستور برضه في الصيغه بتاع الاف اتش اف فايل. طيب بالنسبه للأزر سيموليترز اللي هي IMX والجيم ستارز الاكستنشن بتاعه بيكون في شكلين. في الحاجه الاولى بيكون في دوت اوت اللي هي دي اوتبوت بالنسبه للسيموليتر بتكون المعلومات العامه بالنسبه للموديل, والدوت اس ار 3 اللي هي دي ريسنتلي دي الاكستنشن بالنسبه للريزلت بتاعت السي ام دي. برضه في حاجات ثانيه ريستارتنج فايل في حاجات ثانيه زي الدوت لوج دي كلها هي الاكستنشن بتكون موجوده يعني مع كل موديل افترضنا. لما نجي للبوست بروسيسنج فايل اللي هي الريزلت بتكون فقط في اكستنشن بتاع دوت ريزلتس. اذا كانت اشتغلت شغل وسيفته بشكل تمبليت او في اي شكل بكون هو موجود في شكل ريزلت. طيب المقدمه برضو عن البيلدر اللي هي اهم تول في بناء المودلز. البيلدر هو يتم استخدامه في عشان احنا نبني مودلز سواء كان لانكس او جيمال ستارز كل اسمه دي في النهايه البيلدر هو شنو هو اللي بيتم استخدامه لبناء انواع الموديل سواء كان بلاك اوي او كونفيجنال او ادفانس سيرمن او كيميكال ايوا. والبيلدر برضه بيتم استخدامه للتحويل بين الايمكس والجيم او الايمكس للستاف. يعني عند الايمكس موديل بيستخدم البيلدر تقدر تحوله لجيم, ايمكس موديل باستخدام البيلدر تقدر تحوله للستاف. طيب المكونات البيلدر هي 8 مكونات اساسيه ممكن يكون كلامنا عنها في فيديوهات اخرى حنمر على سريع جدا. اللي هي المكون الاول اللي هو الان اوت كنترول اللي هو سيميليشن ريزلت اوت بوت ريستارت فايلنج بيكون برضه في المعلومات الاساسيه بالنسبه للموديل الستارتنج ديت بتاع التين اليونتس نوع الموديل هل هو يعني كونفنشن وزوربا ان كونفنشن وزوربا هنا برضه تقدر تحدد في الحته دي. برضه الحاجه المهمه برضه هنا برضه في الان اوت كنترول بتحدد نوع السيميليتر هو شنو بالظبط. لما تيجي للريزرفوار هنا لازم تحدد الجريد ستراكشر كل الجريد شكلها كيف نوعها كيف وبرضه الخصائص بتاعت الجريد مهمه جدا تعرف عن الخصائص. في مينيمم بروبرتيز مفترض تتعرف مثلا زي الجريد توب جريد سيكنس البروستي والبرميبيليتي دي مينيمم مفترض تتعرف في اكثر من اولموست 200 بارامترز موجوده هنا في السيني. الكومبوننت هي مينلي في الفلويد يعني الفلويد الموجود داخل الريزرفوار سواء كان بلاك او كومبوزيشنال في هنا موجود في الكومبوننت. المكون الرابع بالنسبه للبيلدر او السكشن الرابع هو الروك فلويد. الروك فلويد هي مينلي بالنسبه للريز بيرميبيليتي والكابل بريجر بس يعني التابلس بتاعت الريز بيرميبيليتي والكابل بريجر هي اللي انت بتعرفها هنا في الحته بتاعت الروك فلويد. لما نيجي للسكشن الخامس الانيشال كونديشن هنا دايرين نعرف الانيشال بريجر الانيشال ساتوريشن بابل بوينت اويل ووتر كونتاكت جاز اويل كونتاكت اند سو اون. السكشن السادس اللي هي النيوميريكال هي دي هنا خاصه بالحته بتاعت الكونفنشن كريتيريا المثل المستخدم سواء كان اكسبليسيت او امبليسيت. هنا دي شغل ادفانس ليها علاقه بالمثل المستخدم ليها علاقه بالرن تايم ليها علاقه بالاكيرسي اند سو اون. الجيوميكانكس هو اوبشنال اذا كان انت مستخدم جيوميكانيك عندك جيوميكانيكال موديل فمحتاج انك تعرف الستريس ستريس ديفنس بروبرتي والحاجات المطلوبه بالنسبه للجيوميكانيكال موديل. واخر حاجه اللي هي الويل سايكل هنا لازم تعرف الاعمار التراجيكت بتاع الاعمار الريفريشن بتاع الاعمار الكوليسترين اللوكيشن التايبس سواء كان انجكشن او برودكشن اند سو اون يعني دي الحته اللي اعرف منها. طيب بالنسبه للريزرفوار سيكشن باختصار هنا هعرف الريزرفوار ستراكشر اللي هي التوبس اوف الريزرفوار اللايرز الفولس اذا كان موجود الفولس هنا الحته بتاعت الجريدين. بعد ما عرفها بعد ذلك نعرف الخصائص حقتها زي ما قلنا بوروسيتي بيرميبيليتي اند سو اون. طيب البوروسيتي البيلدر سوري هو بيعمل انتجريشن بين الستاتيك والديناميك بروبرتي يعني في البيلدر بيكون في الجزء بتاع الجيولوجي والجزء بتاع الميتروفيزيك والجزء بتاع الجيوفيزيك وفي نفس الوقت بتقدر تعرف الجزء بتاع الانجينيري. في النهايه احنا نعمل كونستراكت للريزرفوار.
البيلدر برضه هو حسب انواع الجريد او حسب انواع المودلز، يعني ممكن يكون كارتيزيان موديل، ممكن يكون راديال موديل، ممكن يكون كورنر بوينت موديل، ممكن يكون كيوب باتل موديل. في انواع كثيره بالنسبه للموديل. وبرضه بالنسبه للخصائص بالنسبه للرزرفوار ممكن تتعرض في شكل 2D، ممكن تتعرض في شكل 3D، وممكن تجي من اذر سيموليترز من اذر سوفت ويرز. السيم جي بيقدر يقبل انواع كثيره جدا من الاذر سيموليترز، يعني ممكن تعمل لها امبورت دايركتلي، يعني من غير ما تعمل لها بيلدر. طيب بالنسبه للرزرفوار بروبرتيز، هي ممكن يعني في الغالب او اكثر الحياه المستخدمه دي مثلا زي البتريلش تمام، RMS واكسر والجي او كاب الطردي. طب هي مثلا انت عندك جرافيكال موديل 3D، موديل 3D جرافيكال موديل من السوفت وير 3D، ممكن الامبورت، ممكن تعمل ليها عملها امبورت دايركتلي في البيلدر. فدي واحده، دي البيلدر بيدعم ممكن يتقبل المودلز، ويكون انت محتاج فقط تعملها اكسبورت من السيموليتر زي از ريسكيو فايلز او ريسكيو مودلز، وريسكيو مودلز هي دايركتلي ممكن تعملها امبورت في البيلدر. برضو حتى هنا ممكن يتيح لك ان انت عندك your own formulation، عندك معادلات خاصة بالنسبة اذا كان static او dynamic، يعني مثلا زي porosity function في permeability function في porosity ممكن تعمل لها generation equation، والبيلدر او CMD بيقدر يتقبل الحتة دي. طيب بالنسبة لل modification، لو تعمل modification بالنسبة للخصائص سواء كان porosity permeability، فالبيلدر بيتيح لك الحتة دي برضو اذا كان ريجن معين او منطقه معين عايز تعمل ملتي لاير في المنطقه دي، عايز تعمل ملتيبل بوكس في الحته دي، فدينا برضو ممكن تعمل ليها موديفيكيشن. عايز تعمل فوليوم موديفيكيشن برضو ممكن تعمله بالنسبه للموديل بتاعك، فالبيلدر بيتيح لك الخاصيه دي. برضو واحده من الحاجات الالفانس المستخدمه في موجوده في البيلدر اللي هي الجريد ريفايننج. البيلدر هو ممكن تعمل ريفايننج ليه؟ عشان تعمل امبروف بالنسبه للريزوليوشن في الساتوريشن مثلا ديستريبيوشن، برضه ممكن في الويل ستاديز حتى الووتر والغاز كونينج ممكن تستخدم الجريد ريفايننج. برضه اللي هي الكارتيزيان ان هاي جريد ريفايننج اولسو هي افيلبل موجوده بالنسبه في البيم. برضه ممكن تعمل سيكترز، يعني انت ممكن تقطع سيكتر في منطقة معينة وتجري الدراسة بتاعتك بالنسبة للسيكتر ده فقط، برضه خاصية هي موجودة في البيلدر وممكن تستفيد منها. برضه كواليتي كنترول في الجريد، يعني مثلا الجريد ممكن تخليها اكتف، ممكن تخليها نل، ممكن تخليها بنش، فهي دي كلها ممكن تتحكم فيها بالنسبة للجريد بروبرتيز. لما نيجي في الحتة بتاعت الكومبوننت سيكشن، البيلدر كان هاندل تو ديفرنت ابروتش اوف بي في تي موديلنج، سواء كان لابوريتوري ريزلت بالوين بروب دايركتلي ممكن شنو ممكن يعني البيلدر كان هاندل، او انت عندك مثلا ليميتد داتا، عندك فقط جنرال انفورميشن، عندك البيزك انفورميشن، البيلدر برضه ممكن يساعدك عن طريق الكورليشن، ممكن يعمل لك جنريشن بالبي في تي تيبلز بي في تي انفورميشن. فدي برضو هي باستخدام الإيكويشن، باستخدام الكوليشن ممكن تحصل على الكومبوننت بتاعتك. طيب في الكومبوننت سكشن، إذا كان أنت مستخدم برايمري ديبليشن أو ووتر فلودينج أو إميسيبل غاز إنجكشن، في الحالة دي هنا تتكلم عن آي ميكس مود بلاك أويل بي بي تي. أما إذا كان أنت في الجيم، ففي الجيم هنا أكيد هتحتاج الـ EOS بي بي تي ديسكريبشن. في الحالة دي أنت معناها عايز تشتغل ميسيبل غاز انجكشن، عايز تستخدم فولاتايل اويل سيستم، او عندك غاز كونديشن سيستم، في الحاله دي تحتاج ل في الكومبوننت محتاج تعرف الايكويشن اوف ستيت بالنسبه للبي بي تي. بالنسبه للستارز، واحده من الحاجات في الكومبوننت سيكشن محتاج لها اللي هي التمبريشر ديبندنس، التمبريشر فاريشن او الكيميكال رياكشن في حاله الكيميكال. في حاله الثيرمال هتفترض تعرف التغير بتاع مثلا الفيسكوس مع التمبريشر. في حالة الكيميكال محتاج تعرف الكيميكال رياكشن بين الكيميكال اتسيلف، بين الكيميكال والاويل، بين الكيميكال والوتر اند سو. طيب في الحته بتاعت الرد فلويد سيكشن، هي محتاج فقط في تو تيبل محتاج تعرفهم، اللي هي الووتر اويل تيبل والغاز ليكويد تيبل.
فهي دي بتجي من اللاب مباشره، او برضو بيلا بيتيح لك حتى بالكورليشن ممكن تعمل. في اذا كان مثلا برضو في ديفرنت فينومين كان بي موديل في الروت ريز زي مثلا المالتي روت تايبس، عندك مالتي روت تايبس ممكن عندك الهايستيسيس ممكن برضو هي تعرفها الان بوينت. اذا كان برضو في انتربوليشن بين الكي ار كيرز، يعني الكير ده مثلا الان بوينت بتتغير مثلا مع تقييم درجه الحراره، بتتغير مع مثلا مع الابزوربشن، فبرضو هي الاوبشن ده موجود في بالنسبه في الجيمر. الابزوربشن برضو هو موجود، الان بوينت سكيل موجود، والسي بي تي سكيل هو برضو موجود الاوبشن. في الروت سكشن برضو اللي هي في 3 فيسز بالنسبه للميليتي موديلنج، حسب ممكن تحدد نوع الموديل انت عايز تستخدم ستونز فيرست موديل، ستونز سكند موديل، اللينير اند سبير موديل، او السيجريت المنفذة. عندك انت يعني فهم في انك تستخدم اي واحدة من الميثود دي او الموديل زي ما هي، ممكن تحدد بالضبط واحد فيهم الكويس معاك او الريليفنت بالنسبه للشغل بتاعك. برضو في النجل الانيشال كونديشن سيكشن في بيلدر اللي هي مينلي الديبس اوف كونتاكت والريزرفوار ات داتا ديبس، دي الحاجتين الاساسيه اللي بنحتاجها في الانيشال كونديشن اللي هي الووتر اويل كونتاكت والجاس اويل كونتاكت. في ادفانس اوبشن اذا كانت عندك مالتيبل اويل كونتاكت والريزرفوار كونتاكت مع البي في هيدروجين، برضو هنا ممكن تعمل لها اللوكيشن. اذا كان عندك بابل بوينت لو كانت كونستنت، برضو هي موضوع اوبشن موجود في بيلدر. إذا كان مرضينا جهاز كاب initialization with liquid oil saturation، برضو هنا ممكن تعرفها في initial condition في builder. وال initialization region separated from BVT region، ممكن تكون BVT region براها وال initialization براها region مختلفة، برضو الاوبشن ده موجود يعني. برضو الكالكوليشن بالنسبة initial condition موجودة إذا في حدة options اللي هي ممكن تكون هي vertical، اللي هي في الحالة دي هي gravity carrier equilibrium calculated before، اللي هي بيحصل كالكوليشن بالنسبه لل البريشر والساتوريشن للاول جريد سبورت مثلا. او ممكن تستخدم يوزر انبوت، تستخدم حاجه حقتك انت براك، يعني عندك تعمل انبوت تحدد بالضبط كل جريد كل بلوك دايره ساتوريشن بتاعك كم اند سو اون. فالاوبشن ده هو موجود برضو. برضو اذا كان عندك الثريد كول بريشر اللي هي prevent flow from across، يعني داير مثلا يكون هنا الفلو يكون مثلا في الحته دي ما يكون في الحته دي، يكون عندك fault barrier بكل هي ممكن الاوبشن ده موجود بالنسبه لك. السكشن الاخير اللي هو الويل سايكل، هنا محتاج نعرف الابار اللوكيشن trajectory، ممكن تعمل تعرفها بالبيلدر دايركتلي، perforation بتاعه برضه ممكن بالبيلدر دايركتلي. طيب برضو اذا كان انت عندك انجكشن عايز تعمل انجكشن او تعمل برودكشن، محتاج تعرف الجير هل هي انجكشن او برودكشن. في حاله الانجكشن برضو في حاجه اسمها البروسيس ويزر، ممكن برضو هو يعني بيساعد في انك تعرف كان هاندل النمبر اوف انجكشن برودكشن. لو كان عندك هيستوري داتا برضو ممكن تعمله امبورت. في الويرسال ريكرنت برضو اللي هي الويل كونسترين، سواء كان بروديوسر او انجكتر، هي ممكن تكون في الهيستوري او ممكن تكون في شكل فوركاست. الحاجه دي ممكن الليكويد ريت اويل ريت غاز ريت، اللي هي مصطلحات عادل الكيبر بتاعت مثل اس تي ال اس تي او اس تي اي. في حاله الانجكشن ريت اذا كان غاز انجكشن او ووتر انجكشن، محتاج حاله البريشر، في حاله الويل هيد بريشر. فكل البارامترز انت ممكن تستخدمها في الكونسترين في البلوغ، ممكن تدخلها في البلوغ. فرض واحده من الاوبشنز الموجوده في ال في البيلدر اللي هي الجروبينج، ممكن تعمل جروبينج مثلا سايكل جروبينج، عايز مثلا لو البيلدر ممكن تعمل كنترول برودكشن او الانجكشن باي جروبس، ممكن تعمل فويد ريبليشمنت اكوفير انجكشن برودكشن ريت بير جروب، ممكن تعمل بريجر مينتنس، ممكن تعمل ريسايكلينج اوبشن برضه في حاله الواق مثلا، برضه هذه افيلبل موجوده بالنسبه للبيلدر. برضو في حاجه اسمها الويزر تو جنريت فراكشن، لو انت عندك عايز تعمل فراكشن ده موجود في البيلدر في الحته بتاعت الويزر، ممكن تعمل الفراكشن سواء كان بلانر فراكشن كومبلكس فراكشن، ممكن تعمله امبورت من سوفت وير ثاني. ممكن برضو اذا عايز نان دارس فلو اوبشن في الاذر اوبشن زي كيرتيزما كورليشن فريدريك اند برافيس فيس كورليشن اند سو اون. طيب الاي ام اكس هو زي ما قلنا هو بلاك اويل
سيموليتر والايمكس ده، وممكن تستخدم زي ما قلنا في البرايمري ريكفري ووتر اون جاز انجكشن ان فيل ويل عند كونزنتر ويل عند بالبروسيس برضه حتى خاصه الامش والجاز ممكن تستخدم في شيء. وممكن في تمت الابديت ريسنت ممكن تعمل ادفانس اير بروسيس زي الاوكسيديموز والفلودنج زي البوليمر البوليمر فوق كان بيبعد البايرامكس. حتى لو عندك هيدروليك فراكشر النمبر سلو برضه بالايمكس ممكن تعملها. برضو السي ووتر انجكشن برضو واحدة من الاوبشنز موجودة في بالنسبة للايمكس والمالتيبل بي بي تي ريشنز. الايمكس برضو بيدعم الريزرفا انتر اكشن اللي هي مثلا في الاكفر موديل الاكفر سواء كان اناليتيكال اكفر بوتوم باندوري ايدج اي كل معظم الانواع الاكفر موجودة وافيلبل في الايمكس. برضو إذا كان أنت عندك فاكشر ريزرفوار دور بروسيس دور بينيتي فاكشر ماتريكس 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 كونكشن ده كله أفيلبل موجود بالنسبة للأيمكس ممكن تعمل. فبرضو في ديفرنت فلويد تايبس لو أنت عندك ديفرنت فلويد تايبس برضو الأيمكس هو بيعمل سبورت للحتة دي. فهل إذا كان عندك بلاك أويل أويل ووتر أوبسيديوم يسوفود بوليمر إيه بقى أنت رايك الأنسول حسب الفلويد تايب بتاعك اللي كلها هي موجودة أفيلبل كأوبشن للبيلدر في حالة استخدام الأيمكس. برضه ريسنتلي تم إضافة الأوتوتيون اللي هي أوتوماتيك هي تول سولفر تكنولوجي إمبروف الران تايم اللي هي بيعمل أوتوماتيك موديفيكيشن بالنسبة للنيوميريكال عشان عشان يسرع الران تايم أو يقلل الران تايم ويسرع الران سولفر. برضه الأدفانس ويل فيتشر برضه ممكن تكون موجودة بالنسبة للأيمكس إذا كان مثلا زي الأرتفيشال جاز ليفت أوبشنز موجودة كروس فلو بين الليس موجودة vertical horizontal or melt rate برضو موجودة perforation stimulation work over history skin well power friction loss كله available موجود بالنسبة للأيمكس. even في advanced well features زي flexible perforation and well index input ممكن تحددها ممكن تدخلها ممكن تخط رين معين بالنسبة للويل index بالنسبة للسكين فاكتر and so on. الايمكس برضو هو في انتجريشن برضو بينه وبين الايسيكوال برودكت اللي هي انتجريشن بين البرودكشن والريزرفوار موديلنج اللي هي في حالة عندك مالتيبل تيبنج سترينج هات تيبنج اوبنينج اند داون هول سيبريتر كومبريسر بامب في فالف في مونيتور بوينت باكرز اند سو كل الحاجات دي هي ممكن كان بي موديل كان بي دون ويز ايمكس. في الايسيك ويل برضو اذا كان عندك الجاز ليفتنج او الريسيركليتنج ويل برضو ممكن تستخدم الايمكس مع الايسيك ويل. في حاله عندك مالتيبل برانشز او في حاله مالتيبل تيرنج سترينجز برضو ممكن تستخدم الايسيك ويل مع الايمكس. الايسيك ويل المين فيتشر اللي هي اكلز ديفرنشال بريشر كالكوليشن من الويل سايد بريشر بتاعك حتى السيرفس. برضو الموديلنج ايكويبمنت في حاله عندك كومبريسر بامب داون هول سيبريتر برضو بيعمل لها موديلنج. وبرضو في حال عندك سمارت ويرز ويز انفلو كنترول ديفايس الاي سي بي برضو الاي ام اكس سبورت الكومبريهنسيف جرافيكال انتكس اوت بوك في حاله مثلا عندك فلاكس عندك فيلوسيتي فيكتورز ستريم لايننج ريبريزنتيف كلها هي بيعمل لها سبورت الاي ام اكس. انت ممكن اليوزر ديفاين عندك الفاريبلز معين دخلته بنفسك برضو ممكن موجود. برضو الايمكس هو سبورت الريستارت ريكورد يعني انت ممكن تكون تعمل ريكورد بالنسبه مثلا للهيستوري لما تيجي للفوركاست عشان ما يبدا يقرا الهيستوري فروم سكراتش فيبدا من اخر نقطه وقفت فيها اخر مره. برضو افيشنت اند فاست كالكوليتر. طيب بكده خلصنا المقدمه بالنسبه للايمكس ممكن نمشي للجزء بتاع البراكتيكال بالنسبة